على بعضياتنا في الدار. انا غنتفارق انا وحنين غنتفارقوا، وليني راه ماشي بسببكم نتوما، حيت داكشي اللي كديروه راه ماشي بسببكم نتوما، غنتفارقوا انا ولو انني يعني نفضل انني نموت وانني ما كنتش نخرج هذه المشاكل. انا بسالك حل بحالي ما عادش واقع عليا يا بنت الله، واش انا هكا كنت؟ راه ما كنتش هكا. واش انا كنت هكا بهذه الطريقه هذه اللي كنسى ولا بسالك حل؟ فين هذاك النشاط؟ فين هذاك البنت اللي كانت ديما ضاحكه وديك البنت اللي كانت ديما ناشطه؟ فين راها؟ تنتاكد واش ديالنا ولا ماشي ديالنا. ملي غنتاكد واش ديالنا ولا ماشي ديالنا فغادي نهز، غادي نخرج السلكه ديال القران وغادي نهز معروف. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم لاباس؟ اموركم طيبه؟ احوالكم جيده؟ مرحبا بكم ومرحبا بيا معكم فيديو جديد، فلوق جديد، كلشي جديد. بون البنات، اليوم جيتكم بهذا الفيديو هذا حيت فريمون زدت فيه، حيت فريمون حتى حاجه ما كتستاهل. عيني كحالو، وجهي دبل، حياتي دبلات، كلشي دبل. شكوى الله باي واحد، شكوى الله باي واحد كيبغي يخرج على جوج شي عائله، شكوى الله. كنشكيوه الله سبحانه وتعالى، هادشي فين غادي نشكيوه؟ الناس اللي خدامين كيهضروا كيقول لك القصه راه فاتت في اليوتيوب وكديري لها الاعاده، فغنقول لكم نهار اللي غتشوفوا شي حوايج اللي انا مازال كنتاكد منهم واش ديالي ولا ماشي ديالي، واش عليا ولا ماشي عليا، راه غتندموا على هاد الهضره هادي. وراه نقول لكم راه ماشي غير انا، راه بزاف اللي واقع لهم هاد المشاكل، غير انا خرجت والناس راه ما قادرينش يخرجوا. باش الناس اللي كيقولوا حقا 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 حقا، انا لي فيو ولا الفلوس اللي طلعوا لي لي فيو ولا ما عندي ما ندير بهم، ما شي فلوس اللي يجيو وهم بزاف وبركتهم قليله ما عندي ما ندير بها، ما ناكلهمش، فهمتوا؟ ولا شتو راه كاع لي فيديو غادي نصور لكم راه ما كنتخلصش عليهم، حيت كنقول فيهم الفاظ اللي هما ممنوعه في اليوتيوب، راه ما غنتخلصش على الفيديوهات ديالي، لا الفيديو ديال اللي كنت حطيته ديال البيبي، لا الفيديو ديال لا كلشي، راه ما غاديش نتخلص عليهم. ايه هني وراسكم، وراه غادي نحطو لكم في الانستغرام، راه اللعيبه صفراء ماشي خضراء باش تقولوا راه كتخلص ولا راه كطلع عليه، واخا يطلعوا مع شحال راه ما نتخلص عليهم. فيديو واحد غنتخلص عليه هو ديال البارح، ماشي الاخر كله راه ما غتخلصش عليه، يديروه في راسكم عادو. يعني الانسان اللي كيجلس ويهضر وكيقول لك راه كديري وكديري وباغا تجيبي لي في وباغا تطلعي لي في وباغا ديري البوز، انا طوندونس طلعت له لي بوكو، طلعت له بشي حاجه اللي زوينه، ما طلعتلوش بهذا الشيء. وانا طوندونس اقسم بالله، اقسم بالله العالي العظيم، لي فيديو ديالي كيضربوا وكنبقى كنقول يا ربي ما يطلعش في الطوندونس، يا ربي ما يطلعش في الطوندونس، الله يعطيني مصيبه الا كنقولها، اقسم بالله العالي العظيم الا كنقولها، حيت انا ما بغاش نطلع في الطوندونس بهذا الفيديو هذا، ما بغاش نطلع في الطوندونس بهذا الشيء هذا. وحالتي راه كافيه انها تجاوبكم، حالتي انا راه كافيه انها تجاوبكم على شنو واقع لي، وكافي انها تجاوبكم على شنو راه صاري لي لداخل، شنو واقع لي انا في حياتي لداخل. كتقولوا لي حق علاش باقا جالسه معاه الا هو ما باغيكش؟ انا عارفه حميد راه ماشي لخاطرو، راه ماشي لخاطرو، عارفه هادشي، ولو كنت عارفه انه كيهضر لخاطرو راه غادي يمشي بحال هادشي. وانا اليوم اصبحت كارهه ما حاملاش، ولكن حتى انا عارفه انني ماشي لخاطري، يعني هادشي حنايا عارفينو. البارح جمعت باليزتي، جمعت حوايجي، جمعت كلشي، غدا في حالاتي هابطه لدارنا، رغم ان الدار مكتوبه بسميتي انا، يعني انا اللي في الثانيه الكونطا، ومول الدار راه كيتفرج فيا وراه عارف شنو واقع، يعني مول الدار راه كيتفرج فيا، والجيران ديالي راهم عارفين، راه حنا عندنا عائله، راه حنا عندنا جيران، راه حنا عندنا، راه عندنا بزاف د الحوايج، راه ماشي غير بوحديتنا، راه ماشي حنايا غير بوحديتنا، غير انا وياه عايشين، هاد لي جيران، هاد العائلات، عندنا بزاف د الحوايج. واش نبقاو نتو بدا قمه النفاق كنشوفو في شي وحدين؟ الا شاركتي معاهم غير الزوينه كيقول لك وانت كتشاركي معنا غير الزوينه، مالك زعما انت ما عندك لا مشاكل لا والو، شاركتي معاهم مشاكل كيقول لك لا راه حقا انت باغا ديري البوز، واش كاين شي واحد كيدير البوز بالمشاكل؟ وانا الهليج ربي وصلني لهاد البوز بالمشاكل اختي، ما باغاش البوز انا بالمشاكل، اقسم بالله العلي العظيم، اقسم بالله الى وهذا النهار جمعه، وهذا النهار جمعه الى غير البارح كنقول يا ربي ما يطلعش الفيديو
في 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 التوندونس. يا ربي ما يطلعش الفيديو في التوندونس، وانا عارفه انه محقق لي لايك بزاف، لي كومونتير بزاف، لي فيو بزاف، يعني راه غيطلع التوندونس. وكندعي الله سبحانه وتعالى باش ما يطلعش في التوندونس، حيت انا ما بغيتش نطلع في التوندونس بالمشاكل، وما بغيتش نطلع في التوندونس على 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 هادشي اللي واقع لي. بغيت نطلع، الا طلعت في التوندونس نطلع كيف طلعت المرات اللي فاتوا، كنطلع بشي حويجات اللي هما مزيونين، شي حويجات اللي هما يعني من الاخرين. نتوما راه ما عارفينش اشنو واقع، راه ما عارفينش عباد الله اشنو واقع، شنو كاين راه ما عارفينوش. ولو انكم تعرفوا شنو واقع راه غادي تندموا على النهار اللي قلتو منا تمثيل وما عرفت اشنو 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 اشنو. كاين شي واحد، انا بعدا الوحيده، انا بعدا الوحيده الوحيده اللي غادي نقول لكم اللي ما نقدرش نمثل بهذا الشيء. غنقول لكم علاش، لحقاش انا عارفه ان الناس والنص اللي باغيها فينا، النص اللي باغي اننا نتشتتوا، واللي باغي هاد المشاكل، واللي انا دابا عارفهم كيتفرجوا فرحانين وناشطين وضاحكين على اننا حنا وصلنا لهذا الشيء. وكنقول لكم هنيئا لكم انكم وصلتوا لداك الشيء اللي بغيتوه، راكم وصلتوا له. حنايا رحنا غاديين في الفراق، فراق الفراق الفراق في الفراق الفراق في الفراق. يعني انا ولو انني يعني نفضل انني نموت وانني ما كنتش نخرج هاد المشاكل ديالي، ولكن انا اللي عرفت علاش خرجتهم، انا اللي عارفه وغادي تعرفوا، ولكن تنتاكد من شي حوايج. والحمد لله ان الجيران شاهدين على بزاف د الحوايج، وهاد وماشي غير انا، راه كلشي كيتفرج فيا، راه كلشي كيتفرج فيا. يعني راه 300,000 طلعت 300,000 لي زابوني، راه هادو غير اللي كيتفرجوا بلا لي فيو. يعني راهم عارفين شنو واقع، عارفين الحقيقه شنو هي، عارفين كل شيء. انا بزاف د الحوايج مازال ما بغيتش نطلقهم هنايا، واللي عارفينهم صحاباتي، عارفينهم البنات اللي راهم ديجا اللي راهم كيحطوا لي فيديو، راهم عارفين، حيت هما اللي واصلين للمشكل وعارفين شنو هو المشكل، عارفين اشنو كاين. يعني انسان خصو قبل يقول الله اعلم، قبل ما تكتبي واحد الكومونتير وقولي راه تمثيل ولا ما عرفت اشنو، قولي الله اعلم الله اعلم، ودعي اختي فيا، دعي فيا ما عنديش مشكل، دعي فيا. وكيقول لك ان بعد الظن اثم، يعني بعد الظن اثم. انا كنقول لكم لي فيو اللي يجوني مورا المشاكل ويجوني مورا الصداع ما يبينش قناتي اللي هي ديجا كانت عامره بالحياه وعامره واش عارفين عباد الله، حياتك كتقلب كتقلب. وكيقول لك اللهم لا شماته، واللي كيشمت بخوه لا مسلم راه غنقول لك من هنا راه غادي يوقع لك حتى كيف، كونوا اكيدين غيوقع لكم كيفو. يعني انسان خصو يفكر بعقلو، ماشي يفكر بشي حاجه اخرى، يفكر بعقلو. واش تكذبي بشي حاجه اللي هي زوينه اللي تبينك انك زوينه، ما تكذبيش بحال هادشي. انا دابا كنهضر وانا ما قادراش. المهم كنت باغا نشارك معكم غير واحد الوصفه، حيت وجهي فريمون البنات شوفوا كي ولا يعني واحد الحاله يرثى لها. قلت لكم البنات واحد الحاله يرثى لها، يرثى 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 لها. التليفون راه كيبين شويه، كيبيني واحد شويه مدوره ورا الا شتيني فاس راه ما تقدريش تاكلي الخبز. زعما صراحه ما عرفت شنو واقع، ما عارفاش انا شنو هاد الشيء وقع لنا بين ليله ابار العين، ابار العين البنات، العين واخا دير ما توصلكش لهاد الشيء. حيت حنا لقينا شي حوايج، لقينا شي حوايج اللي هما خطر. انا وحامد وصلنا للمرحله ديال انني جمعت حوايجي، جمعت باليستي، جمعت كلشي غدا في حالاتي، باغا نعيط على مول الدار نقول له يقلب الكونطرا بسميتو، بغيت يعني بزاف د الحوايج وصلت لهم، وصلت لبزاف بزاف 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 حوايج، لدرجه انني الخبز راه ما بقيتش كناكلها بزاف. يعني كتبقي كتشوفي كتقولي علاش، علاش الناس فيهم هاد السم هذا، علاش الناس فيهم هاد الحسد هذا، علاش كيبغيو يشتتوا الشمل ده عباد الله، علاش كي علاش كترتاحوا، واش كتحسوا براسكم. انا ميساج ليكم نتوما اللي عارفين راسكم اشنو دايرين، واش كتحسوا براسكم انكم كتنشواو، واش عندكم شي نشوه نتوما كتشوفوا واحد جوج كيتفرقوا، واش دابا كتشمتوا نتوما كتشوفوا لي فيديو ديالي انني انا غنتفارق انا وحديد غنتفارقوا، وليني راه ماشي بسببكم نتوما، حيت داكشي اللي كديروه راه ماشي بسببكم نتوما، غنتفارقوا حيت ربي اللي مكتب لنا نتفارقوا، راه ماشي حيت نتوما اللي بغيتونا نتفارقوا. اي باش ديروها هنا فراسكم، دخلوها مزيان 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 مزيان، دخلوها غادي نتفارقوا حيت الله سبحانه وتعالى اللي مكتب لنا نتفارقوا انا وداك السيد ماشي نتوما.
وكتقولوا علاش باقي جالس معاك في الدار وما عرفت اشنو. اختي جلاس ما جلاش، واش عارفين شنو راه الا مت في الصباح وصورت لكم حميد راه كينعس هنا وانا كننعس ليه. فهمتوا كيفاش؟ يعني حنايا بحال شي جوج ما كنعرفوش بعضياتنا في الدار، حنايا بحال شي جوج اللي هما بعاد على بعضياتنا في الدار. كيتلف لك الهضره ملي كتبقاي كتلقاي كنلقى شي كومونتير زعما شكرا للناس بعدا اللي كيقولوا اللي كيقولوا كلمه ديال الخير، واللي حاسين حتى هما بداك المزود اللي ديجا مخبوطين بنفس المزود واللي ديجا وقع لهم اللي واقع لنا، يعني عارفين شنو كاين. كتشوفي شي ناس القصه كتعاود القصه ديال فلانه انا راه ما كنعاود القصه ديال حتى شي فلانه، انا راه ما كنعاود القصه ديال حتى شي فلانه. وانا كنهضر لكم ولو كان راجلي خاني، لو كان راجلي خاني يا عباد الله راه ما نعقلش عليه، والله لا عقلت عليه. لو كان راجلي خاني خاني وشديته هكا وخاني راه ما نعقلش عليه، علاش غنعاود القصه ديال فلان ولا فلان ولا فلان؟ ما نعقلش انا عليه ابدا ابدا. واش راجل غيخونك عاد انت غادي تحلالك؟ راه سي امبوسيبل، هادي ما كتدخلش للراس. ولكن انا عارفه راجلي ماشي لخاطرو، ما خاني ما دار شي حاجه قبيحه ما والو، كيجيب لي دوايا كيحطو. الحاجه اللي واقعه بيناتنا هو اننا ولينا بعاد على بعضياتنا. داك الضحك النشاط داكشي نهار الجمعه تفقد، ما بقاش من نهار الجمعه، اليوم الجمعه سيمانه ما بقاش داكشي صافي تفقد داكشي، ما بقاش يندو ما بقاش. السيد يجي يحط لك الدو يعطيك تاكلي وكلشي، واش هذاك هو الحياه؟ واش هذيك الحياه الزوجيه؟ فين راه الكلمه الطيبه؟ فين راها؟ ما كاينش الكلمه الطيبه، ما كيهضرش السيد، ما كيهضرش ني جبت شويه جو غادي بحال يبقى كيبكي كيقول لك انا ما عارفش شنو واقع ليا منى، انا راه ما حاسش، ما عارفش شنو عندي. واش غادي نسمح به؟ ما غاديش نسمح به، ولكن عطيها انا من هنا للاثنين ان شاء الله. الاثنين غيبانوا بزاف ديال الحوايج، حيت حنايا هاد الصباح ديال الجمعه وبشهود ديال الجيران لقينا شي حوايج للصدمه، واني مازال تنتاكد انا ما كنهضرش قبل ما نتاكد، كنتاكد عاد كنهضر كنخرج داكشي اللي في قلبي. انا راه حالتي كتبين، حالتي بوحدي ترى ربي اللي عالم بها واللي عارف شنو واقع فيها، من غير داكشي راه ما كاين والو. الا كان كتبنا غنطلقوا غادي نطلقوا، عندنا ما نديرو، ما غاديش ندابزو مع الله، ما غاديش نقسم مع الله سبحانه وتعالى. صافي انسان مادام حلل الزواج حلل الطلاق، ومازال هكا غادي الدنيا، هادي هي الدنيا. يعني المساج اللي بغيت ندير لكم هذا النهار، ولانني انا كنت باغا نقول لكم اللي كنت باغا نحط لكم وصفه، وبغيت نتهلا في راسي، وكنت ناويه ندير فيديو بدايه حياه جديده، وبغيت ندير بدايه نهار جديد، وانما نوض في الصباح وماشي انا نوضني حميد وقال لي اعتقي منى شوفي. المهم شي حوايج بزاف بلا ما نهضر، بلا ما نقولهم، بلا ما نهضر عليهم. وجار هو اللي عيط له، هو اللي قال له ها شنو كاين، يعني بلا ما نعاود كلشي اون ديتاي، تنتاكد واش ديالنا ولا ماشي ديالنا. ملي غنتاكد واش ديالنا ولا ماشي ديالنا، فغادي نهز، غادي نخرج السلكه ديال القران وغادي نهز معروف فيكم، وراكم عارفين راسكم، عارفين بلا ما نقنط، يعني راكم راسكم نتوما معروف. انا ما عارفاكمش واني نتوما عارفين راسكم، فشنو غادي نقول لكم؟ اللي فيكم راه يكفيكم، وربي كيبين لكم غير الطريق الخايبه. علاش؟ باش ما غاديش تشوفوا الزوينه. الحمد لله انا ربي كتب لي غير الزوينه، وحمد الله وشكر على اي حاجه كتوقع لي في حياتي، انا كنحمد الله وكنشكرها عليها. صافي هذا ما كان نايضه، وحق الله على بناتي لا نايضه، نبدا لكم بواحد الطاقه اللي هي ايجابيه، واحد الطاقه اللي هي زوينه، وصفه ديال النيله، وباغا نبداوها بالنشاط والضحك وكل شيء. ولكن شكون اللي خلاك؟ تخيلوا كيتجمع عليك المرض، انا تجمع عليا وقع لي الاجهاد، قلتها عاوتاني هاد الفيديو الو ما غتخلصش يعني. هذاك الشيء اللي وقع لي. ثاني حاجه كيوقع لي الرواح، جاني ودنين، عرفتوا ودنيا شنو خرجت منهم؟ والله تشوفوا شنو تخرج منهم. خديت واحد التقطيره وكنت كنديرها في الودنين، منين نعس هكا تصدمت، تلقى لي كلشي تلقى سبحان الله العظيم. وزدت حتى الصباح تصدمت، زدت حتى الصباح منين عيطوا لنا صافي بقيت عارفه ما ندير، ما بقيتش عارفه ما ندير.
صافي تصدمت. يعني الانسان كتشوف انك ما كتادي حد، ما كتجبدي حد، ما كت ما كت ما كتلخري مع حتى شي حد. بالعكس انت قلبك زوين، ما كتبغي الخير للناس، الله يسهل على كل شيء. كنفرح ملي كنشوف شي بنت بحالي بحالها وصلات لشي حوايج اللي بزاف الناس ما قدروش يوصلوا لها، كنشاط كنفرح. ولكن باش نشمت ما عمري ما شمت، وباش ندير بحال شي فلانه ولا شي فلانه، انا كنقول لكم لو كان راجل نحس له ولو كيخوني غير في ميساج ما نعقلش عليه، ما نعقلش عليه. كنقولها لكم وما غاديش نخرج بهاد الفيديوهات وهاد الهضره هادي كامله، غادي ندير فيديو واحد حيت نتوما عرفتوا معايا ضروري لي خصكم تعرفوا اننا غنتفارقوا، وضروري غتخصكم تعرفوا لو انه خاني غتعرفوا انني غادي نقولها لكم، يعني غادي نطلق بدقه. حيت انا شنو، انا ما فياش باش يمشي يخوني مع وحده اخرى، ولا باغي يخون علاش غادي يتزوج بيا؟ فهمتوا؟ يعني انا ماشي داك النوع اللي غيخونها راجلها وغادي نرجع معاه بكل بساطه وابقاو نضحكوا انا وياه ونلعبوا ونشطوا ونغنيو. راه سي امبوسيبل يا عباد الله، ما نغنيش انا وياه ونشط انا وياه ونضحك معاه وهادي، راه ما يمكنش. هذيك راه ما كيتقبلهاش العقل، ما كيتقبلهاش العقل. ولو انا تقولوا لي نصبر على ولادي، ولو انه يكون عندي ماشي غير ولد واحد، يكون عندي ما عرفت شحال الاولاد الا الخيانه البنات. الله اكبر، الله الحق، سمحوا لي. المهم الا الخيانه، الا الخيانه اللي ما كتقبلهاش اي مرة، ما تقدرش تقبلها ويكذب عليكم الكاذب يقول لكم انا تقبلت راجلي بالخيانه، هذاك راه كذوب. انا راجلي راه ما خانني، راه ما حتى شي حاجه. حنا وقع المشكل، وقع لي اللي وقع، السيد تبدل ما بقاش كي كان، انا ما شديت عليه والو. الا كان كيدير شي حاجه وهو اعلن، انا لدابا ما شد علي حتى شي حاجه، ما عارف عليه حتى شي حاجه. السيد صافي بحال اللي هو براسو كيقول لك انا راني ما عارف شنو واقع، كنقول له هذاك الشيء ديال الله، كيقول لك اه ديال الله سبحانه، هو كيعترف انه هذاك الشيء ديال الله، ربي كتبو يمشي عنده. الله سبحانه وتعالى كيبغينا، دانا واحد الملائكه عنده، خلى واحد الملائكه عنده، ولكن باش يقول لك نبقاو يبقى يقول لي اشنو كاين وهادي وعلاش وعلاش. انا ملي جمعت قلت لكم بالي سي البارح بقى كيبكي كيبكي كيبكي، كيقول لك انا ما عرفتش شنو واقع امونه، واش تقدري واش هادي واش هادي. صافي قلت له شوف اولاد الناس، ما عرفتش شنو واقع، خصك تعرف شنو واقع. هذه هي الهضره اللي قلنا انا وياه، خصك تعرف شنو واقع باش نوصلوا لواحد لو بوين. كنا غنكملوا غنكملوا، غنحبسوا راه حتى غنحبسوا. انا ان شاء الله نهار الاثنين غادي نمشي عند كاتب عموما، نكتب ورقه نتاع الطلاق استاذ مدام. يعني هاك هضرت انا وياه، قلت له باش نتايا تمشي تشوف حياتك وانا نشوف حياتي، ما بقاش انا جالسه لابسه لك حل بحالي ما عرفت شنو واقع لي يا عباد الله. واش انا هكا كنت؟ راه ما كنتش هكا. واش انا كنت هكا بهذه الطريقه هذه غير جالسه ولابسه لك حل؟ فين هذاك النشاط؟ وفين هذاك البنت اللي كانت ديما ضحكه وديك البنت اللي كانت ديما ناشطه؟ فين راها؟ ما كايناش. انا هكا كنت، ما كنتش هكا. واش انا ديما كنت دايره هكا؟ واش قطره ديال الماكياج ما بقاش يجي في وجهي؟ شنو فيت قشرو بقيت كنقدر ندير لهم حتى باش نرطبهم؟ يدي مات وكلشي فشل عليا، حيت تقلبات كلشي تبدل. اتقولوا لي العين؟ راه ماشي العين، راه بنادم اللي تابعك، بنادم اللي تابعك، وحسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا البنات ديروا اتونسيون، ديروا اتونسيون 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 اتونسيون، ما تثقوش، با دو كونفيونس، ما تثقوش. تا واحد ما يبغيك تكوني ضحكه، تا واحد ما يبغيك تكوني لابسه. شوفي غير يكذب عليك كذب يقول لك راه كتبغيني، ولا صاحبتي كتبغيني، ولا صاحبي كيبغيني، ولا فلانه كتبغيني، ولا عائله. راه شوفوا، راه والله البنات يما تبغيكم غير ميمتك وباك وخوتك، وبعض المرات كتلقاي حتى خوتك ما باغينكش. يعني هذه ديريها براسك، والله اقسم بالله الا كلشي كيبغيوك غير تشوفوك لتحت ويمرمدوك ويشوفوك في المشاكل ويشوفوك في الصداع ويشوفوك ويفرحوا وينشطوا. شوفي الا بغات ديري الخير ديريه في ركيباتك، وديري الخير في دارك، وديري الخير في مامتك وفي والديك، ومن غيرهم راه ما كاين اللي يعقل عليك. انا حيت طحت لقيت وعرفت شكون وشكون بزاف ديال الحوايج، والحمد لله والشكر حتى حاجه ما كتجيب لا اذن الله سبحانه وتعالى. هذا اللي غادي نقول لكم من هنايا. ولا الا بغيتو تديو الري ديالي، ما تثقوش، ما تاكلوش عند عباد الله، ما تعطيوش حوايجكم، ما تسلفوش حوايجكم، خليو حوايجكم عندكم، ديروا بزاف ديال الحوايج.
وغدا ان شاء الله غادي نجيكم فيديو جديد اللي غيكون كله طاقه ايجابيه. انا دابا راني كنهضر معكم عرفتوا بحال اللي بحال داك الواحد بحال المعده ديالك خاويه وكتغوت وبحال باغا ترضي بحال هكا الفشله. غدا ان شاء الله غادي نجيكم بواحد لا فيديو ان شاء الله اللي غيكون كله طاقه ايجابيه باذن الله الا خطاوني البشر حيت لي فيا كافيني. شوفوا غير حالتي كي ولات عباد الله، راني داعياكم الله سبحانه وتعالى، ما داعياكمش اللعب، داعياكم اللي خلقكم هو اللي بيني برهان فيكم في النار او اللي بينو فيا انا هذا ما كان. يلا تهلاو في راسكم البنات وسمحوا لنا بزاف على هذا الفيديو بحال هكا، وراكم خواتاتي وراكم خوتي وحمد الله وشكرا على اي حاجه وشكرا لكم كاملين.